أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز أهم العناوين. ورشة تأملية حول موقع المرأة الجيبوتية في المحيط الرياضي. جنوب إفريقيا إطلاق المرحلة الأولى لإنشاء مصنع إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. أهلا بكم. اقتنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية اليوم طائرة مخصصة لمكافحة الجراد في البلاد، وجرت مراسيم تسليم وتسلم الطائرة بحضور معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية السيد محمد أحمد عوالي وأقرب معاونيه. ولمزيد من هذا الخبر تتابعونه في نشراتنا المقبلة. أطلقت أمانة الدولة المكلفة بالرياضة بالتعاون الوثيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية الأولمبية والاتحادات الرياضية المختلفة ورشة تأملية حول مكانة المرأة الجيبوتية في الساحة الرياضية، وذلك في أروقة ملعب حسن جوليت. وجرت وقائع إطلاق هذه الورشة بحضور وزيرة المرأة والأسرة السيدة منى عثمان آدم، وأمين الدولة المكلف بالرياضة السيد حسن محمد كامل. وستستمر هذه الورشة التأملية لمناقشة مكانة المرأة الجيبوتية في مختلف أنواع الرياضة لمدة يومين. وناقش المشاركون خلال هذا الاجتماع حول سبل ترقية مكانة المرأة في الرياضة وتقديم توصيات وخبرات في مجال رياضة النساء وإجابة بعض الأسئلة المتعلقة بهذا المجال. وأشارت رئيسة اللجنة الأولمبية الوطنية السيدة عاشا جراد في كلمة لها إلى أهمية إشراك المرأة في كافة أشكال الرياضة في جيبوتي، ورحبت بعقد مثل هذه الورش، كما شجعت على تنظيم فعاليات رياضية مخصصة للمرأة بهدف ترسيخ هذه الثقافة وتشجيع الاتحادات على أن تحدو نحو هذه المبادرات. وزيرة المرأة والأسرة السيدة منى عثمان آدم ألقت كلمة طافية تحدثت فيها عن أهمية الرياضة النسائية في جيبوتي، مشيرة إلى أن الرياضة بشكل عام تنقسم إلى عدة أقسام، نوع يمارس بها الشخص ليصل إلى مستوى معين ويمتهن فيها أو يمتهن بها، وهناك نوع آخر من الرياضة يمارسها الفرد للحفاظ على رشاقة جسمه ولياقة بدنه لمكافحة الأمراض المختلفة. بدوره أشار أمين الدولة المكلف بالرياضة السيد حسن محمد كامل إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تسليط الضوء خلال يومين على المشاكل الفنية التي تعيق الرياضة النسائية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية، وهل البنى التحتية ترتقي إلى المستوى المطلوب، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما خاصا للمرأة الجيبوتية، خاصة المرأة التي تعاني إعاقة أو المرأة ذو احتياجات الخاصة، لأن هذه الشريحة من المجتمع تستحق الدعم والمساندة، لأن رياضة المعاقين تتطلب إلى معدات وآليات خاصة بهن. وحث المشاركين في هذه الورشة على بذل المزيد من الجهد لإثراء هذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز وترقية الرياضة الوطنية النسائية. استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السيد مؤمن حسن بري صباح اليوم في مكتبه القائم بالأعمال في سفارة المغربية في جيبوتي. ورحب الوزير مؤمن حسن بري بالدبلوماسي المغربي متمني له كل التوفيق في ممارسة مهمته الدبلوماسية. كما أشاد الوزير بري العلاقات المتميزة والتعاون القائم بين البلدين في مختلف مجالات التنمية، وتناول مع المسؤول المغربي مع الدبلوماسي المغربي سبل ووسائل الكفيلة لتعزيز التعاون الثنائي القائم بين جيبوتي والمملكة المغربية. وأعرب سعادة السفير عن استعداده لإنشاء شراكة قائمة بين الوزارة والسفارة المغربية.
استقبل وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد يونس علي جيتي في مكتبه بالمجمع الوزاري سفير دولة الهند في جيبوتي السيد أشوك كومار برفقة مستشاريه للشؤون السياسية والاقتصادية السيد موكيش كومار، وناقش الطرفان حول تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين نيودلهي وجيبوتي، وتطرق أهم المشاريع المشتركة بينهما ولا سيما مشروعان تتعلقان بكهرباء الأرياف ومشروع تطوير مجال الطاقة المتجددة. وأوضح السفير الهندي الوضع الصحي في الهند والتحسن التي شهدتها الهند في الأيام الأخيرة الماضية بفضل التطعيم. وأشار وزير الطاقة يونس علي جيدي إلى أن وزارته ترحب دوما بالشركاء الهنود المعنيين في مجال الطاقة، وتعد الهند حاليا من بين الدول الأكثر نموا في العالم، والثامن أكبر مصدر في العالم، وعاشر أكبر مستورد للخدمات التجارية. مواصلة أنشطة بناء القدرات للجنة في إطار التوجيهية الوطنية المخولة للتغير المناخي، نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة ورشة عمل لبناء القدرات للجنة، وذلك في أروقة فندق الشيراتون. وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات اللجان المعنية بتغير المناخي، وأن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات هذه اللجنة فيما يتعلق بالتغير المناخي. وحضر هذه الورشة أمين عام وزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد ديني عبد الله عمر، والأمينة العامة لوزارة المرأة والأسرة السيدة أنيسة حسن بهدون، ونائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي، وكوادر رفيعة المستوى من وزارة البيئة والتنمية المستدامة. وتجر إشارة إلى أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة قد بدأت في تنشيط وإعادة تنشيط اللجنة في عام 2018 من أجل ترسيخ قضية المناخ في سياسة التنموية في البلاد. أمين عام وزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد ديني عبد الله عمر أشار إلى أهمية الملموسة التي تكتسي هذه الورشة، ورحب المشاركين بهذه الدورة، ومقدما الشكر والتنشيط لمنشطين هذه الدورة، وأضاف قائلا إن هذه الورشة تأتي في إطار مسار وزارة البيئة والتنمية المستدامة الرامية إلى تعزيز وحماية التغير المناخي في جمهورية جيبوتي. في إطار احتفالات الذكرى 44، قام مدير عام الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة السيد دعالي السعيد محمود صباح اليوم برفقة عمدة مدينة جيبوتي السيدة فاطمة عوالي عثمان، قام بزيارة إلى مقر الأشخاص المعاقين الكائن في شارع شارل ديغو الذي تم ترميمه من جديد. وتندرج هذه الزيارة في إطار مساعي الوكالة الهادفة إلى ترقية وتحسين الظروف المعيشية للمعاقين في البلاد. وضم الوفد أيضا رئيس شبكة المعاقين السيد إدريس مومن، وقائد القوات الإيطالية في جيبوتي، ومديرة الاندماج الاجتماعي السيدة شكري حاشم، والمستشار الفني لمدير عام الوكالة الوطنية لذوي الإعاقة. وتجر إشارة إلى أن الوكالة الوطنية ذوي الاحتياجات الخاصة في جيبوتي، والتي تم إنشاؤها بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي، تعمل على تكريس حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الكريمة والعمل اللائق، وحقه في التعليم والتدريب المهني والتأهيل المناسب، وحقه في الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية. برئاسة أمين عام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد محمد عبد الله مهيوب، انطلقت يوم أمس الاثنين أشغال ورشة عمل حول مراجعة خريطة التعليم للفترة ما بين 2017-2020، وستمتد أعمال التقييم وتحديد وجهات النظر حول البرامج التي نفذت لتطوير خطط العملية التعليمية للأعوام المذكورة حتى يوم غد الأربعاء 23 من شهر الجاري. وشارك في هذه الورشة ممثلو الوكالات المعنية بمجال التعليم وشركاء الفنيين والماليين والشبكات التابعة لجمعيات المجتمع المدني،
ومستشار الثقافي في المستشار الثقافي في السفارة الفرنسية في جيبوتي ومسؤول برنامج التعليم في اليونيسف والمفتش العام للتعليم العام إلى جانب كبار مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وفي كلمة له شدد الأمين العام للوزارة السيد عبد الله محمد مهيوب على أن هذا الاجتماع مخصص للمراجعة النهائية لخطة العملية التعليمية للفترة ما بين 2020 و2021 وقال 2017 و2020 وقال لقد أصبحت هذه المراجعة مشتركة إحدى أهم المناسبات التي تسمح بتقييم نتائج المشاريع. وأيضا فيما يتعلق بالعملية التعليمية في إطار مشروع تسهيل الوصول إلى التعليم الأساسي للأهالي القاطنين في الأرياف توجه وفد من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بقيادة كوادر رفيعة المستوى من دائرة التعليم الأساسي إلى النواحي التابعة لمنطقة عرطة بهدف توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الأساسي. هذا واستغرقت هذه الجولة لمدة أسبوع كامل ويهدف هذا المشروع إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الأساسي وتحسين مزايا وجودة العملية التعليمية وتوفيرها لكافة سكان الأرياف، حيث يقوم البنك الدولي بتقديم الدعم المالي لهذا المشروع الحيوي. وبهذا السبب قامت بعثة من الوزارة للتقييم كيفية تنفيذ هذا المشروع في ضوء الأهمية الحاسمة لتوفير التعليم لأطفال المناطق النائية وكذلك الصعوبات والمعوقات التي تحول دون وصول إلى هذا الهدف المرجو. في إطار سلسلة التقارير التي نقدمها بمناسبة الذكرى 44 أعدنا لحضرتكم هذا اليوم تقريرا موجزا حول زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق شارل دوغول إلى جيبوتي. نتابع. عقب استفتاء عام 1958 تم إعادة صياغة المسيرة السياسية في البلد من قبل إدارة الاستعمار، وصل إلى جيبوتي رئيس الدولة الفرنسية آنذاك الجنرال شارل دوغول ضمن جولة إفريقية له عقب منفى المناضل محمود حربي وإنشاء غرفة الممثلين. بدا لإدارة المستعمر بأن الوضع السياسي يستلزم السيطرة، ومن هذا المنطلق جاءت زيارة الجنرال دوغول إلى البلاد وتحديدا في 25 أغسطس من العام 1966. وعلى الرغم من استقباله من قبل كبار مسؤولي إدارة الاستعمار إلا أن دوغول تفاجأ بالعديد من السكان الذين رفعوا لافتات للمطالبة بالاستغلال، وذلك بعد سنوات من النضال. ومن خلال هذه اللافتات التي حملوها أظهر المواطنون للرئيس الفرنسي الأسبق مدى عزمهم وإصرارهم للحصول على الاستغلال. في هذه الأثناء كان من بين الشخصيات السياسية آنذاك النائب موسى أحمد إدريس، والذي كان على رأس حزب الحركة الشعبية، حمل الشعلة بعد مغادرة زميله السيد محمود حربي البلاد إلى المنفى. على سعيد آخر تظهر العديد من السكان في ساحة لاغار، حيث كان مقررا أن يلقي دوغول خطابه، وقد سعت سلطات الاستعمار لتفريق المتظاهرين بالقوة. وألقى الجنرال دوغول كلمته في هذا الموقع أمام بعض الأعيان وممثلين لإدارة المستعمر فيما امتلأت الساحة بأحذية المتظاهرين، وكان من ثم استبعادهم بالقوة النائب موسى أحمد إدريس. وفي خطابه حاول الرئيس الفرنسي التقليل من شأن التظاهرة العارمة للمواطنين المصرين على الحصول على الاستغلال وسيادة الوطنية. بالنسبة للمعارضة كان هذا الأمر غير مستوعب، لذلك انطلقت تظاهرات أخرى قادها النائب موسى أحمد إدريس. لقد ترقبنا وانتظرنا تطورا تدريجيا، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد كانت التظاهرة حاشدة. كانت زيارة الجنرال الفرنسي فرصة لا تفوت للتظاهر،
وقد انتظرنا هذه الخطوة بفارغ الصبر، وكنا نرغب في الحصول على استقلال داخلي لهدف الاستعداد للانتقال إلى الاستقلال الوطني متكامل الأركان، ومن ثم المحافظة على علاقات جيدة مع فرنسا. من جهته أكد السيد محمد كامل أنه يتحمل مسؤولية مشاركته في هذه الحركة، وأضاف إن مطالبنا كانت مشروعة ولم نكن نرغب في إيجاد صدام مع فرنسا، لكن كان تطورا على غرار ما سعينا لأجله في العام 1958. بعد ذلك شددت القوات الفرنسية إجراءاتها مستخدمة القوة لفرض النظام في كافة أرجاء المدينة، وقد تم تثبيت حظر للتجوال، وباتت المدينة مطوقة من كل جانب، حيث أحيط بها حزام أمني. برعاية كريمة من أمانة من أمين دولة المكلف بالرياضة، اختتمت فعاليات دوري 27 من يونيو في المجمع الرياضي الكائن في هضبة داي، وحظي فريق التجر المتأهل للمباراة النهائية لهذه البطولة ترحيبا حار من قبل مسؤولي الأمانة المكلفة بالرياضة ومن قبل الفريق الثاني الذي وصل إلى المباراة النهائية. وانطلقت المباراة النهائية في جو جميل وبحضور غفير من قبل القاطنين في هذه النواحي. هذا وسيطر فريق تجر المباراة في الشوط الأول، وقام بافتتاح تسجيل الأهداف بهدف مقابل لا شيء. وفي الشوط الثاني من المباراة تضاعف فريق تجر مرة أخرى في إحراز الأهداف وسجل 3 أهداف أخرى لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0 لصالح فريق تجر. وفي ختام هذه المباراة النهائية من البطولة 27 الصيفية، قدم مدير مجمع هضبة داي الرياضي السيد عيسى أحمد حمدو الشكر والتقدير لأمين الدولة المكلف بالرياضة على تزويده المجمع بمعدات لازمة لتنظيم هذه البطولة، كما أعرب عن امتنانه للوزير الذي قام أيضا بوضع أجهزة حديثة للجمهور مثل الشاشات العملاقة لمتابعة البطولة المحلية والدولية أمثال يورو 2001 و2020 البطولة الجارية حاليا. دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تجري محادثات في جنوب إفريقيا لإنشاء أول مركز على الإطلاق لنقل تقنيات إنتاج لقاحات كورونا، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمداد القارة الإفريقية باللقاحات. وقال مدير منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي افتراضي يوم أمس الاثنين: نحن الآن نجري مباحثات مع العديد من الشركات التي أبدت اهتماما بتوفير تقنية mRNA الخاص بها. وقال رئيس جنوب إفريقيا خلال المؤتمر الصحفي إن إفريقيا ستتمكن قريبا من تحمل المسؤولية عن صحة شعوبها نتيجة نقل مركز تكنولوجيا التابع للقاحات ومخصص للقاحات. وأضاف: ليس من المساواة والعدل وحرمان بعض الأشخاص من الحصول على اللقاحات على أساس جغرافي. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن استقائي والمتابعة.